طلبت من حبيبنا. طبعا دي اول محاضره، الترم الثاني هنتكلم بالكاس شويه عن ماده الشعر بويتري. وطبعا اول حاجه واهم حاجه ان بقول ان مكتب بارادايس هحضر لكم مفاجات الترم ده. اول مفاجاه ان انا نفسي ان شاء الله نازل بامر الله سبحانه وتعالى قبل الامتحانات. كل مراجعه في المكتب هتاخدوها هتكون مستنيكم بره الامتحان، ها هشرحها لكم مجانا. تمام كده؟ دي حاجه مهمه قوي، عشان بعد كده اللي عنده سؤال، اللي عايز يظبط اي حاجه في النطق، اللي عنده ملحوظه في الجرامر، معاكم ان شاء الله واخدين اجازه طويله، وان شاء الله نازلين مخصوص لدفعه سنه اولى. يا ريت بالله عليك تخليكم معانا. الورق ان شاء الله موجود في المكتبه، كل اللي انا هشرحه دلوقتي موجود في المكتبه. فركزوا بالله عليكم، مكتبه بارادايس فيها الورق. وطبعا انا مش بقول لكم ان انا يعني عامل سحر، لا، احنا الحمد لله بنطلع ورق من تحت ايدينا، ورق كويس جدا، في ناس جربت معانا في الترم الاول، وان شاء الله سبحانه وتعالى الماده تبقى بسيطه يسيره على الناس اللي هيكون معاها الورق. عشان بعد كده ده فيديو ايه تمهيدي، عشان بعد كده هديك مواعيد اعمل الفيديو والورق معاكم. تمام؟ ان شاء الله عشان تبقى كل حاجه واضحه. اول شيء النهارده معانا بويتري. كلمه بويتري، الكلمه اسمها شماع بويتري. بويتري بويتري، والشاعر اسمه بويت، والقصيده اسمها بويم. يعني في ناس بيقول لك بوتري ولا بويتري، لا، اضغط على الباء، بويتري، والشاعر اسمه بويت، والقصيده اسمها بويم. طيب مع بعض كده واحده واحده، ايه الفرق بين كلمه بويتري وكلمه فارس؟ لو فتحنا القاموس عليها هنلاقي البويتري it's a form of literature، شكل من اشكال الادب، that expresses emotion، writing with emotion، كتابه بالعاطفيه. الفيرس اللي هو systematic writing، يعني كتابه منظمه، اللي هي بتضع البويتري into lines، تضع هيئه ابيات، وتضع الرايم والريزم ووزن وقافيه. هنشوف مع بعض النهارده حاجه مهمه قوي. يبقى لو حد قال لك بويتري اللي هو الكلام مكتوب على هيئه ايه؟ عاطفه. انما الفيرس هو النظم، معناها بالعربي النظم، يعني نظم ابيات البويتري او كلمات البويتري انتو لاينز، واللاينز يعني ابيات، انتو ستانزاس، ستانزاس يعني مقاطع، ونحط عليها رايم، القافيه اند ريذم. وطبعا حرف الاتش هنا لا ينطق، رايم ها ريذم، اتش لا ينطق، رايم يعني القافيه، وريذم يعني الايقاع او الوزن. طيب مع بعض كده هنشوف مع ايه يعني ايه بويتري، يعني ايه فيرس، يعني ايه بويم، يعني ايه ستانزا، يعني ايه لاين، يعني ايه رايم، يعني ايه ريذم. دي مصطلحات لازم تبداوا في سنه اولى كده تعرفوها، عشان ايه؟ تكنيكال تيرمز او ليتراري تيرمز، مصطلحات ادبيه that are going to be recurrent or repeated into four years. بعد كده عندنا حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ أول حاجة تلاحظوها إن الشعر بالعربي مختلف تماما عن الشعر الإنجليزي. طبعا في شعر غنائي وشعر إسلامي وشعر حماسي، كل ده موجود، ولكن اللغة الإنجليزية في نظم أو إيقاع أو طريقة تانية غير الشعر العربي. أول شيء لما قلنا poetry اللي هو a form of literature، literature يعني شكل من أشكال الأدب، that expresses تعبر عن ايموشن، يعني اهم حاجه من عناصر الشعر اللي هي الايموشن. طيب فيرس النظم او ايه طريقه تظبيط الابيات، ايه الكلام ده على هيئه ابيات، او the system of organizing poetic words into lines and stanzas. زي ما قلت من شويه، يعني طريقه الكلام المكتوب على هيئه شعر احنا بناخده ونضعه في الفيرس، نظام تطبيق بقى، هنضع عليه لاين ابيات على هيئه ابيات، ها stanzas مقاطع، وهنضع عليه and adding يعني هنضيف عليه ايه بقى؟ اول حاجه رايم اللي هي القافيه، and rhythm الايقاع علو الصوت الانخفاض، والرايم اللي هي ايه؟ القافيه. دلوقتي ده مصطلحات الشعر. لما نمسك اول حاجه يعني ايه كلمه رايم؟
رايم يعني القافيه، والقافيه بتيجي عن طريق تكرار the repetition of the same sound. repetition يعني تكرار of the same sound، تكرار نفس الصوت. الصوت يا جماعه ممكن يكون في النص او في الاخر، زي عندنا التصريح في اللغه العربيه اللي هو اتفاق ايه فواصل ابيات، يا اما في اخر بيت، ودايما تكون في اخر بيت بتبقى اسمها ending rhyme. ناخد مثال مثلا اللي هي ايه، let observation with extensive view survey mankind from China to Peru. طبعا اخر صوتين ها مختلفين في الليتر ولكن الساوند واحد، فيو بيرو، شايفين؟ طبعا هنا ده بنسميها اندنج رايم، لان ذا ريبيتيشن اوف ذا سيم ها ساوند نوت ليتر، هنا عندنا دبليو هنا عندنا يو، ولكن في النطق واحد فيو بيرو، يبقى دي بنسميها القافيه، تكرار نفس الصوت في اخر الابيات. طيب القافيه سهله قوي زي اللغه العربيه. طيب يعني ايه لاين ويعني ايه ستانزا؟ ده شيء مهم قوي. يعني ايه لاين ويعني ايه ستانزا؟ لاين في القاموس ليها معنى خط ومعناها طابور او صف ومعناها بيت من ابيات الشعر. هنا عندنا لما نشوف ستانزا اول مصطلح مهم قوي فين؟ في القصيده. ستانزا يعني مقطع شعري. يعني ايه مقطع؟ يعني مجموعه من الابيات. عشان نعرف ستانزا، a group of similar repeated lines، مجموعة من الأبيات متشابهة في العدد. يعني لو عندي الشاعر مشي بأربع أبيات، يعني مثلا أربع أبيات زي شكسبير كده بنسميها stanza of four lines، ليها مسمى اسمها quatrains أو quatrain. quatrain اللي هي stanza of four lines، يعني أربع أبيات ورا بعض، stanza of four lines. طيب لو جاب لي ثلاث أبيات اسمها terset، terset يعني stanza of إيه بقى؟ three lines. طيب لو جاب لي بيتين بسميهم couplet، بسميهم إيه؟ couplet. couplet اللي هي two lines. يبقى كلمة stanza عشان نعرفها، stanza a group of similar repeated lines، يعني الشاعر مشي بأربع أبيات وبعد كده فاصل، أربع أبيات أربع أبيات، يبقى الشاعر ماشي بنظام واترنز زي ويليام شكسبير. ترست يعني ثلاثي ثلاثي ثلاثي، ثلاث أبيات ثلاث أبيات ثلاث أبيات. كابلت بيتين. طيب لو الشاعر مشي مثلا بثمان أبيات وست أبيات، هل دي أقول عليها ستانزا ودي ستانزا؟ لا. الإيت لاينز وهنا السكس لاينز العدد مختلف، يبقى في الحالة دي بسميها سكشن. بسميها إيه؟ سكشن، قسمة. ما ينفعش اقول عليها ستانزا، ليه؟ لان المقطع الشعري او الستانزا لازم تكون similar repeated lines. طيب دلوقتي في حاجه مهمه قوي، انا ليه بقول ستانزا؟ لان لما تيجي تشرح القصيده مش بنشرح line by line، ما ينفعش. لا، لو اربع ابيات in the first stanza نشرح، بعد كده in the second stanza ونشرح، third stanza وهكذا. ما ينفعش ان انا اشرح line by line، تمام؟ لان القصيده بتبقى طويله وline by line ما ينفعش. فهنا بيقول لك in the first stanza و second stanza اللي هو المقطع الايه؟ مقطع الشعر. طيب نيجي بقى زي ما خدنا من شويه كلمه رايم اللي هي القافيه، في مصطلح تاني اسمه ريذم. ريذم يعني الايقاع. يعني ايه الايقاع الصوتي؟ يعني ايه لما اقول ايقاع صوتي؟ يعني اقول ان في الكلمات جوه البيت في حاجه اسمها rising and falling، في حاجه اسمها accent ها وحاجه اسمها ايه؟ non accent او un accented، او في حاجه اسمها ستريسد وان ستريسد. دي اللي احنا عايزين نقولها. ده لما اعمل العلامه دي كده دي اسمها ان ستريسد، واما العلامه دي كده اسمها ستريسد. يعني ايه ان ستريسد؟ يعني الكلمه الموجوده في البيت بتبقى ها فولينج ساوند. يعني ايه فولينج ساوند؟ يعني صوتها منخفض. اما العلامه اللي جوه البيت اللي عليها ستريسد دي بنسميها هاي ساوند، يعني صوتها بيبقى عالي وانت ايه بتقرا البيت.
طب ندي مثال ونشوف ايه الاستريس، ايه الكلمات اللي فيها ستريس. الكلمات اللي فيها ستريس بتبقى دايما المين بارتس اوف سبيتش. ايه اجزاء الكلام الاساسيه؟ nouns والمين فيرب الافعال الاساسيه مش المساعده، وعندنا كمان الادجكتيفز والادفيرب الصفات والايه والظروف. طيب الانستريسد غالبا بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الاجزاء اللي هي الاضافيه، يعني مثلا ارتكلز. يعني ايه ارتكلز؟ اللي هي الا والان والذا الادوات. مستحيل يكون الا والان والذا تاخد ستريس، مستحيل، دايما انستريسد صوتها منخفض. طيب ايه ثاني؟ بتبقى الاوكسيلري فيرب. يعني ايه اوكسيلري فيرب؟ يعني الفعل المساعد زي المودال فيربس ويل وكان وشال ومي وهكذا. كذلك عندنا ممكن برضو الانستريسد بتيجي مع الضمائر اللي هي هي او شي او اي، تمام؟ ولكن في بعض الاوزان في الشعر اللي هي والشي والات او الاي بتبقى غالبا استريسد. طب ليه انا كاتبها هنا ان في بعض الاوزان بتختلف؟ ناس بيقولوا عليها استريسد، ناس بيقولوا انستريسد. طيب ايه الاشياء اللي دايما انستريسد؟ اللي هي بريبوزيشنز. بريبوزيشنز يعني ايه بريبوزيشنز؟ يعني حروف الجر او حروف الجر، يعني ان اون ات فروم اباوت، كل ده حروف جر تبقى انستريسد. يبقى ملحوظه بقى لما تكون ايه ضمائر الفاعل اللي هي السبجكت بروناون او الاوبجكت بروناون اللي هي هيم او هير او مي، او البوزيسيف بروناونز اللي هي الضمائر الملكيه زي ما ايه هيم هيز مثلا او هيرز او ماي، كل الكلمات دي ممكن تبقى ستريسد او انستريسد على حسب الوزن. انما الكلمات اللي ما تغيرش ابدا الناونز والمين فيرب والادجكتيف والادفيرب لازم يكون فيها ستريسد. اما الارتكلز الادوات والاوكسيلري فيرب الفعل المساعد والبريبوزيشنز بريبوزيشن حروف الجر دايما بتبقى ايه؟ انستريسد. هنشرحها دلوقتي، هنحط بيت من ادوات الشعر وايه؟ ونحاول نطبق عليها.